أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يبارك فيكم وفي علمكم. هذا سائل يسأل فيقول: ما معنى حديث يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ معناه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم أن الكافر أن الكافر يقتل المسلم، الكافر يقتل المسلم، ثم إن الله يمن على الكافر فيسلم، يدخل في الإسلام بعد ذلك بعد القتل فيدخل الجنة. القاتل والمقتول يدخل الجنة، القاتل والمقتول، القاتل الذي أسلم وتاب إلى الله عز وجل، والمسلم المقتول. نعم.